بالتأكيد بيبقى عندك رؤية هتقدمه ازاي يعني، والمسلسل فيه زي ما قلت في المقدمة فيه يعني متعة التشويق والمتابعة، وفي نفس الوقت توصيل المضمون الجيد يعني. المشاهد طبعا معظمها شفت فيها مشاهد فيها ملاحقات ومطاردات تتعلق حتى بإيقاع الحياة اللي حصل. يعني انت في رؤيتك للعمل قلت هعمله بهذا الإيقاع السريع اللي شاهدناه، يعني كان لك رؤية محددة فيه؟ احنا من البداية حتى قبل ما يبقى فيه فكرة، احنا كان في كونسبت اساسي ان احنا محتاجين موضوع ايقاعه سريع متعدد الشخصيات بيناقش كذا قضية. فمن الاول كان الفكرة نفسها ان احنا بندور على الفكرة دي، وده اللي خلانا نبتدي ندور 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 لغاية ما قدرنا نلاقي الموضوع والفكرة عند استاذ وائل حمدي واستاذ شريف بدر الدين. فان احنا وصلنا لهم اللي احنا محتاجينه والرؤية اللي احنا شايفينها، ان احنا كنا بنفكر في الايقاع وازاي نطلع استاذ محمود في هذا الايقاع السريع، وازاي نناقش قضايا فيها ثقل. دي كانت من البداية اصلا حتى قبل ما يبقى في ورق. وبناء على هذا الاتفاق وبناء على هذه الرؤية المشتركة كان بالنسبة لي سهل ان احنا واحنا شغالين على الورق واحنا بنصور احنا خلاص متفقين انه ده ايقاعنا ودي سرعتنا وده الموضوع اللي احنا بنناقشه. احنا كنا حابين الكونسبت من الاول وحبينا الفكرة وحبينا الموضوع، ولذلك كل الناس في العمل تعبوا فيه وكانوا بيبذلوا اقصى مجهود عندهم. طيب وده هنا في مشاهد الاكشن استعنت بدوبلير، يعني مشاهد الاكشن كتير احيانا لانه قائم على فكره الصراع والبحث عن العداله، استعنت بدوبلير. اكيد في مناطق، يعني الحقيقه ان استاذ محمود قام ب 90% من الاكشن بتاعه. 90% بس في مناطق زي انه العربيه هتفرمل مثلا فهتفرمل بشكل معين، في حاجات كنا لازم نستعين بخبير في السواقة. في مناطق تانية يعني في الأكشن برضو رامي ومصطفى عملوها، الحقيقة ان هم لبسوا وايرز ونطوا وعملوا كل حاجة. يعني احنا كنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نشتغل على الاشخاص الحقيقيين عشان دي بتدي مصداقية عالية عند المشاهد. يعني الدوبلير بيخل بمصداقية المشهد شوية.